حسين يا غريب وعلى آله الطيبين الطاهرين ولزينب نوح لفقد شقيقها ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلات الأدمع اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي اليوم قادوني بذل يا أخي اليوم قادوني بظلم يا أخي والسوط ألمني وأطفالي معي أنعم جوابا يا حسين أما ترى أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالسوط ألم أضلغي فأجابها يا من فوق شاهقة القنا قضي القضاء بما جرى فاسترجعي وتكفلي حال اليتامى وانظري ما كنت أصنع في حماهم فاصنعي خويا أنا بعيني لباري لك عيالك وبروحي لسجت لك أطفالك